المدرسه بيروحوا الحضانه، الاتوبيس بياخدوا الساعه 7 الصبح، وعلى الساعه 12 الظهر بيجيبوا من لغايه البيت. اللي حصل بقى النهارده في اليوم ده ان فارس لقيت اتصال جاي وانا في الشغل بيقولي الاتوبيس اتقلب العيال. في ناس تقول الاتوبيس خبط في عربيه ملاك الاطار بتاعها انفجر فدخلت في الاتوبيس من ورا، نزلته على الطريق اتزحلق اتقلب مرتين ثلاثه. في ناس تانية بتقول اتوبيسات من اللي هي بتاعت البنا اللي هي شغاله نقل الركاب ديت بيجروا ورا بعض واتزنق الاتوبيس في وسطهم فاتقلب. الروايه اللي انا سمعتها من فارس واحنا في المستشفى ان في عربيه ملاكي كانت رايحه جايه قدام الاتوبيس او في مش حاجه مشابه ذلك، يعني ان العربيه ديت خبطت في الاتوبيس وبعد كده بيقول لي الاتوبيس اتقلب بينا بابا وكلنا فوق بعض. فما اعرفش بقى، ما لقيتش نفسي غير في المستشفى. كان في رعايه كويسه ليهم في المستشفى؟ يعني كان في اهتمام من المستشفى، بس الكلام ده بعد يعني ما بدا الموضوع ان يتصاعد شويه، يعني في اهتمام من سيد المحافظ جا ومدير الامن وناس كتيره، يعني كوكيل الوزاره ووزاره الصحه، والحمد لله يعني. موضوع ان اتوبيس يتقلب باطفال او ان يحصل حادثه في اتوبيس اطفال دي مش اول مره تتكرر. شايف المشكله دي ايه سببها؟ لا، هو سببها الاهمال وعدم احساس بالمسؤوليه من ناحيه من جانب الحضانه اولا، وفي معظم الاهالي برضه بيبقوا مشتركين فيه، لان بيبقوا بس الاهالي مجبورين ان احنا عايزين نعلمه اولادنا، ما فيش غير هي الوسيله ديت او الاتوبيس ده او الوسيله الوحيده. بس حاولنا نتكلم مع صاحب الحضانه اكتر من مره تغير الاتوبيس، الناس سوين يكون ناس برضه على كفاءة برضو من القيادة. طلبنا أكتر من مرة. كان ردها إيه؟ كان ردها بتقول لو مش عاجبك أتوبيس الحضانة أنت هات ابنك الحضانة وخده من الحضانة ونشيل عنك مصاريف الأتوبيس. أنت كنتوا تعرفوا أصلا إن الحضانة غير مرخصة أو ترخيصها موقوف؟ لا، دي معلومة أول مرة نعرفها وإحنا موجودين في المستشفى. يا ريت بس يكون في اهتمام ومراجعه للتراخيص اللي بيدوها للمدارس او للحضانات الخاصه عموما او المدارس الخاصه، على اساس ان الحاجه ديت يعني مش معقوله كل ولي امر هيروح التربيه والتعليم يسال ان الحضانه ديت مرخصه او لها تجديد ترخيص او الكلام ده كله. الحاجات ديت مش مسؤوليه الاهالي، مش الطفل احنا عشان بنعلم طفلنا احنا بنوديه حضانه، لان عارفين ان مستوى التعليم الابتدائي في البلد من فتره كبيره جدا مفيش اصلا تعليم، فبالتالي مفيش اي ولي امر هيروح للتربيه والتعليم او الاداره التعليميه او ايا كان مديريه التربيه والتعليم يستفسر الحضانه ديت مرخصه لها ترخيص مزاوله مهنه زي ما بيقولوا حاجات من دي.